يا سلام يا سلام شباب، اليوم انا علمني جمبري. جمبري هذه حق المزرعة. شوف هذا نو كيف نو ازرق. طيب وهذا جمبري، شوف دحين انا علمني كيف معلوم جمبري كويس ومو كويس. شوف دحين انا علمني، شوف شوف هذه جمبري، شوف هذا حق الراس كسر. هذا يعني مو كويس، مو مزبوط، يعني مو خربان، يعني كويس بس مو مزبوط. شوف انت اشتري وقت لازم زي كده. شوف هذه نظيف، وشوف حق الراس كيف، هذه مزبوط يعني زي كده. اشتري اي وقت اي نفرات اشتري جمبري، شوف زي كده. طيب شوف دحين انا حبتين انا طليته، شوف هذا نفسه يعني نظيف ومية مية. تمام شوف هذا كمان حلو زي كده، يعني انت اي وقت تشتري جمبري زي كده اشتري. شوف هذا كمان واحدة، شوف حق الراس زي كده كسر، وشوف زي احمر يعني حق الراس. ما يشتري يعني مو كويس، يعني انت ابغى حاجة نظيف. وشوف هذه زي كده يعني ما في كسر راس. شوف زي كده هذا نظيف، هذه يعني زي كده. شوف ثلاثة حبات كيف نفسه زي كده. اشتري ان شاء الله يجي خير يا عمي.